محمود بالشبه. أول حب وأحلى حب في حياتي. كنا زملاء أيام الجامعة. كتبت في تقرير. اتحبس بسببه 6 شهور. ولما خرج اتجوز. البوليس اتبسط أوي بالجوازة دي. كل تحركاته هو وزمايله كانت متوثقة ومتسجلة ومرسومة. ونحن بنكتب فيها التقرير. اختفى من البيت. طلبت منه الطلاق. بعت لي ورقة الغياب. أحبه. وبموت فيه. كتبت في التقرير. السؤال هنا. شفتي سفادة أكتر من دي؟